وهنا ايها الاخوه الاعزاء انتقل الى سيدنا رسول الله لقيا لابين لكم وجها من وجوه مخاصمه الانسان لخالقه. ارى الان انوار الحبيب محمد تعلق في جنبات الكون وإلى بأبي خلف الخصم العنيف إذا بأبي خلف الخصيم العنيف لله يدخل على الحبيب المصطفى ومعه قطعة من عظام الموتى ويصرف العظام بين كفيه وينفخها بفمه ويقول يا محمد أترى أن ربك هذه العظام بعدما رمت وبليت. هذا وجه من وجوه الخصومة. أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت وعلى جناح الصرعة قال مبعوث العناية الإلهية نعم يا أبي ويبعثك ويسخرك الله. هذه النبوءة هذه نبوءة تنبأ بها النبي لهذا السائل عليه. وفعلا مات هذا الرجل على الكفر ودخل الله. وفعلا مات هذا الرجل قتيلا والذي قتله هو النبي محمد يوم احد وهو الرجل الوحيد من الكفار الذي قتله النبي بسيفه فانه وقف يوم احد ينادي ويقول اين محمد لا نجوت والله ان نجا اين محمد لا اقتلنه اليوم بسيفي هذا وحاول الصحابه ان تمنعه لديك سريعة. الحرب في حق لديك سريعة. ومن السموم الناقعات دواء. وإذا غبطت فإنما هي ضبط للحق لا بغل ولا سحل. خلوا بيني وبينه. والرسول هو اشجع الشجعان في الحق. والرسول هو بطل الانبياء. واذا به ينزل له مبارزة. فيضربه الرسول بسيف العدل والحق فيجلجله صريعا. ومن هنا يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. تعالوا تعالوا لنرى ماذا كان رد القرآن الكريم على هذا الخصم العليم. ان الرسول قال له نعم ويبعثك ويدخلك النار. واذا بكثير الانبياء وكبير امناء وحي السماء الامين جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على امين الارض والسماء سيدنا محمد بقرآن بقرآن يتلى الى يوم القيامة. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا
جاء بقطعة من عظام الموتى ونسي خلقه. لو انه تذكر خلقه ما سأل هذا السؤال ابدا.